مليون ميتين وين تزادوكم؟ ساعة وزدنا حوجة خمسين مدة 5 سنين. مليون ربعمية راح تسكن تعيش عائلة تاع 8 الناس. ما هيش عايشة والله ما يلحقة ولا شيء في تمر ولا ما هيش لحقة 8. رانا 10 وعندي اختراع كيف مثلا واحد العامين من توفات كانت حمالة ثاني معوقة ثاني كانت معوقة مسكينة ثاني راح فيها الضبط. الله يرحمها كانت عايشة عندك؟ كانت عايشة عندي من عائلة. ما بسبع 9 من الناس الله يبارك فيك كانت عايشة عندك؟ أكثر كنا 13 رقبة كنت عايشة في الدار ما بين العزوز وأختي وأختي و 13 رقبة كنت عايشة في الدار. بنفس الظروف الحين بنفس الظروف حيه ما تبدلت حيه شكون يجي يشوفوا عدا تشوف سكان اللي تبنات تشوف لي فيلا اللي راح تطلع تشوف الناس هذه مانيش عارف كيفاها. أيوة. صح تقول باللي ما كاش فقر في تقول ما كاش الفقر لا في الغواط ولا في الجزائر كامل الفقر هاني ديجا من هما الاول هاني نقول والله ما صح هذيك كاينه. حاب غير نسقسيك على حاجه الحاج اسمح لي برك ولا زعما واحد في فطوره وفي عشاه ولا اسكو راه خاطش ما نتخيلش انايا تاع 1,400,000 باش المصاريف تاع الدراري هادو كفاه راه عايش كفاه راه ياكل. مانيش لاحقين والله ماني لاحقين والله البارح الى الخبز والماء والله البارح الخبز والماء تاع الشيء امنك بالله بالله انا والعين الخبز والماء الخاد ما كانش وساعه تنصيبو حويجه بصيله وطميطيشه ساعه تنصيبو ساعه تشلينا ساعه هذا ما كان والله هذا ماشي ساعه تشلينا ساعه خبز وطماطم ساعات نديرو مريقة ساعات ما نديروش كاع الخبز وحده المهم والحمد لله. الظروف في الحاج تاع الدراري ما ينضروش كيما هكا ما يقلقوش ما يقولكش هذا الباب انا كيف عندي واحد ثلاثة ولا أربعة كاع تهبطهم الحساسية هذه من الدار حساسية ولكن الله باين على حسب الحيطان وكل شيء. لا عندي قاعدتي في البلاد باين على حسب الحيطان سبلي ميديتي هذه تما كيف الحاج الدفا وباش ترى متكوكين فيها كيما هكذا تشوف هنا تما كامل باش تدفا ما تقدرش ما عندكش غاز دي غاز دي في غاز دي في انا عندي غاز دي في الدار واه انا عميه ولا باش تدخل بلاصه ولا ما عنديش بالون كاش والو ولا بالون غاز دي في لا قال ما نحبش باش تشري ما عنديش باش نشري عندي البالون تاع القرعه تاع القلعة، القلعة تكلف، شحال راح درك القلعة حبوك فكرنا؟ القلعة 20,000 20,000 في القلعة 20,000 في القلعة شحال راح تشد القلعة مثلا؟ القلعه تشد هذه باش تدفى في الشتاء مثلا في الشتاء تشد لي 8 ايام وفي السخانه الحاج حنا بلادنا ثاني سخونه هنا الله يبارك في السخانه تشد واحد 15 يوم بصح السخانه زعما ينضروا شويه الداخل بلا كيفاه؟ ينضروا شويه الداخل السخانه كاين السخانه هي تضر في السخانه هي ما قدروا لهاش السخانه منها واش راكي لاباس؟ مريضة تقضى فيا دوخة أنا دوخة دوخة الطفلة هادي؟ إيه أختي إيه هادي هادي ثاني شوية هادي لاباس لاباس أختي أنا خوك أنا سمعتي؟ أخوك شوف أنا خوك أنا قال طايحة وين؟ قال حي السماء ندعم جيت الحاج طيبة استوي ثاني على بالي بكلش قاس هذه تواليت هذه ايه تواليت هذاك حمام منه هاي شفتو منه ايه ها حق عني هذا هذا طاير
هذه اللي قلت لي الحيطه طاح هذه طاح ايوه هذا حشيو كامل هذا الحط رميه قال يا حمد وفي الشتا كيفاه الشتا تقطر ها هو نضيع الماء ضيع الماء ايه وين بات كل واحد وين بات سما نجد قبجي بيان هنا بقرب برا تبجي فوتو كوزينة هذا باب رايح وهذا وش يشد في الشتا هذا الوقت خلنا ترجع وخلاص هذه مزيانة ما كاش الماء والله انا مقرت لي وجع انا حتى الدوله سنة 5 سنين ومزيان 5 سنين تاع الماء اي تاع الماء لحوه انا ناكل تاع تما يطيبوا هنايا انا مقرت غاز ديبي كاين اي كاين درنا الدوسية الوالي درت الشيف الدار عطيتهم كاع مويتو نتوما ديروا الدوسية انت راك خدام انا السما دي انا مش خدام سوك تخدم عند الشعب وغت كيول عند ما كان غير اللي تصرف على الدار ايه انا نجري من الوراق و شحال تصور هكا في الشهر نقول حنايا كاع ملي تكون خدام كون نجيو نجملوها مرات صديق ومرات ندخل دراهم مرات ما ندخلش كنا نفرضوا مثلا تجي تقول في الشهر شحال تصور هكا مع اللي تخدم مليح كاع مرات رانا 300 400 500 مرات مرات 200 وكيف هذا راه تكفيكم مرات مش نخدم مرات تولي عندي مرض ما نخدمش كاع وكيف راه تكفيكم الماكله كي راكم ديروها قلت له الاخر فارق علينا عندي خيوين متزوج عايش وحده انتوا واش انتوا هنا الله يبارك احنا خمسة إيه الشيباني معوق ديجا ايه معوق إيه. عنده كارطة كاع وزوج بنات هذوك اللي معوقين زوج مرضى وهذيك لاباس شوية هذيك لاباس ايه وغير الواحد اللي تخدم تما في ايه ما عندكمش دخل من جهة أخرى واحد يصرف عليكم كيف راكم عايشين؟ سما عنده لان تريت الشيخ وشادها له الطفل مرة يصرف لنا معناها جينا معناها شحال اللي تريت هذيك؟ والله ما نعرف شحال يخلص بالمغرب 900 مليون صعب بقى نفهم انا يفطوركم عشاكم زعما حاجه بسيطه هكا كيف ديروا مي تروح تصرف كيف ديروا مرات تدخل يجيب لهم مرات انا نجيب لهم كنت لي كاين الدراهم اه مرات نكردو مرات كنت ما كانش الدراهم نكردو كاين يامات فين ما كان والو قال لي فطور نديرو الدعم نكردو على من الحانوت و كيجي دراهم خمسو اللحم ياكلوه في الدار هنا سوى مرات سوى كثر تلقى حاج شربة ولا تشيشة ولا حاجة تعطي بالله ولا حاجة خفيفة ولا العيد تعيدو هول العيد هول اللي ما تعزوش راح ما عيدناش شحال عندها ملي توفات الله يرحمها عندها عام وشهرين عام وشهرين تبع إيه؟ وقبل كنتو تعيدو مرات كنا نعيدو مرات ما نعيدوش على حساب الدراهم حساب الدراهم ايه العيد كنا نعيدو ومرات ما نعيدوش كاع زاد ما تعزوش المخلوقات تزايد في الجزائر إيه مريضة مسكينة ايه دوا من في القلب الله يرحمها ايه خلات بنات داهشين سمانة في روحي تعبت تعبت يا الله شعرف في عمرك انا راه عندي 31 32 77 زين ماكش تخمم باش تزوج والو علاش تخمم ولا ما والو علاه ماكش تخمم باش تزوج سما كي عشت تخمم الزواج الدار ما كاش يقفاه Thank you.